تخيل معايا فكرة وجود كائنات فضائية أو وجود كائنات عايشة في كواكب تانية غير كوكب الأرض. الاكتشاف ده هيغير التاريخ حرفيا. وعشان كده معانا الدكتور عادل رأفت عميد كلية الحشرات بعين شمس، هيكلمنا شوية عن الموضوع ده. الحقيقة أنا اسمي عادل رأفت، عميد بقسم الحشرات بجامعة عين شمس، وأخصائي في دراسة الفلك. والنهاردة أنا عايز أتكلم في موضوع مهم جدا. لو افترضنا إن إحنا جبنا الكون ده كله وجمعناه في مكان واحد، جينا من على الجناب وبدأنا إن إحنا نضغطه من فوق ومن تحت بحيث إنه يبقى صغير، يبقى على بعضه، وبعدها جبنا كيس بلاستيك وجبنا الكون ده حبينا نحطه جوه الكيس البلاستيك، غالبا مش هيخش. ليه؟ لان الكون كبير والكيس صغير، فمش هيخش. واحتمال كمان لو حاولنا ندخله بالعافية الكيس يتقطع. في دراسة من الدراسات، لما الاتحاد السوفيتي بعت كلب للفضاء، وساعتها بعد ما الكلب رجع قعدوا جنبيه وتلفوا حواليه وبدأوا يسألوه: لما انت خرجت بره الكوكب سمعت ايه هناك؟ ايه الصوت اللي انت سمعته؟ سكت الكلب شوية، بعدها رد بكلام غير التاريخ. لهم هاو 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 هاو. الكلمات ديت هي كانت السبب اللي خلتني احب دراسة الفلك. خلال ال7 أيام اللي فاتوا، الأقمار الصناعية بتاعتنا لقطت إشارة من كوكب على بعد 70 تريليون ميل، وساعتها الاكتشاف ده أذهل العلماء. احتمالية وجود كائنات فضائية أو كائنات تسكن في كواكب أخرى غير الأرض من بداية القرن 19، ومحاولة إيجاد كائنات خارج كوكب الأرض أو في كواكب أخرى. وساعتها طبعا ظهرت فكرة المريخيين ووجود إليانز بشكل أخضر، الشكل الأخضر الجميل اللي احنا عارفينه وبنسمع عنه من زمان، مع القرون اللي هي تتميز ببولة الآيس كريم اللي في الآخر دي. كلنا كنا بنستمتع بالفكرة دي، ولغاية النهاردة يعتقدوا ان هما بالشكل ده، وممكن كمان الكواكب اللي احنا بنحاول ان احنا نكتشف في العصر ده متوقعين الاشكال الحياة اللي عليها هتكون بالمنظر ده، اللي هو الاخضر الجميل مع عصاية الايس كريم اللي عليها بولة. ده هو تصورنا للكائنات اللي بره الكوكب بتاعنا. سنة 1964 ارسلت وكالة ناسا اول سفينة فضائية تتجه ناحية المريخ، مارينر 4، وساعتها السفينة ما هبطتش فعليا، ولكن فضلت محلقة فوق الكوكب لغاية ما قدروا انهم يصوروا اكبر قدر ممكن من الصور اللي فادتنا بمعلومات عن كوكب المريخ، اللي هو معلهوش وجود، معلهوش جاذبية، معلهوش اي نوع من الحياة، كوكب صخري احمر كامل. ولغاية وقتنا الحالي ما زلنا بنبحث عن كواكب شبيهة بالأرض واحتمالية وجود حياة عليها. وجدنا بعض الكواكب زي مثلا كيبلر 186، ولكن الاكتشاف اللي احنا جايين نتكلم عنه النهاردة ده هيغير مجرى التاريخ حرفيا. احتمالية وجود كائنات فضائية. كلنا فاكرين الفيلم بتاع كريشنا لما كان ابوه بيحاول انه يرسل رسائل لكائنات فضائية خارج الأرض، وساعتها بيردوا عليه. وكالة ناسا أذاعت في جريدة اليوم السابع خط الأقمار الصناعية لرسالة من كوكب يبعد عن الأرض ب70 تريليون ميل. الكوكب ده اسمه YZCB، ومع دراسة عن بعد الكوكب وجدوا أن الكوكب يصلح عليه الحياة واحتمالية وجود مجال مغناطيسي. يا ترى ده هيحصل؟ هل يا ترى هيكون في كواكب تانية ومخلوقات تانية؟ هل يا ترى هنلاقي مجال مغناطيسي وحياة على كواكب أخرى؟ عونا وهمدكم بكل التفاصيل عن الموضوع ده أول بأول. أشوفكم في فيديو جديد.